حبيبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جبت المطعم لحد البيت. ايوه انا جبت المطعم لحد البيت. ولادي طول النهار اللي عايز 20 جنيه يجيب سندوتش، واللي عايز معرفش ايه يجيب طبق انجريسكو، واللي عايز طبق بشاميل، واللي عايز وجبه معرفش ايه، واللي عايز ايه وعلي نفسه ياكل. ايه ازاي يعني؟ ده انا الاكل مع نشوه، ما كنتش انا الاكل مع نشوه، اعمل ايه؟ فانا قرري ان انا افتح مطعم. ايوه انا افتح مطعم. انا النهارده هعمل اكل المطعم كله وهبيعه، بس مش هبيعه لحد في الشارع، هبيعه للناس اللي في البيت. هم كده كده بياخدوا الفلوس ينزلوا يشتروا بقى حاجات. فانا بقى قلت اشغل دماغي واشغل. انا اصلا دراستي انا دارسه اقتصاد علوم سياسيه، اظن ان العلوم السياسيه حاجه والاقتصاد حاجه ولا ايه؟ ما علينا، انا اصلا دارسه اقتصاد علوم سياسيه. فانا النهارده قررت ان انا اشتغل بدراستي واعمل مشروعي على قدي. ايه هو المشروع يا نشوى؟ ان انا هفتح مطعم واعمل اكل الشارع في البيت وابيعه لعلي. تفتكروا يقبضوني ولا مش هيقبضوني؟ عامه انتوا هتشوفوا في الفيديو. تعالوا بقى النهارده نعمل اكل بتاع الشارع بقى، واكل بتاع المطاعم بقى، واكل الولاد بيحبوه. فانا النهارده قلت اسهله عليكم وعليا، فجبت الحاجات اللي هي في البيت. يعني مش هقول لك خش تجيب الفراخ وتقطعيها وتعمليها ناجتس. ازاي احنا بنعمل ناجتس؟ زي ما احنا عارفين احنا هنعمل اكلات كده سريعه سريعه سريعه، وفي نفس الوقت هي دي الاكلات اللي الولاد بيحبوها والناس الثانيه بيحبوها، مش انا. ما علينا، يعني المهم النهارده اضغطي لايك، ولو انت مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس وتعالي وانا ابيع لك الوجبه. انا الوجبه الموضوع ده المشروع ده لو نجح هكبره، هبيعه لكل المشتركين اللي عندي. كل مشترك هجيب له وجبه ب 12 جنيه. مش عارفه ليه 12 جنيه بس مش مشكله، هي لزقت 12 جنيه. يلا اضغطي لايك واشتراك وتعالي ايه شوف المشروع بتاعي. بسم الله نسمي بالله بقى ونصلي على النبي ونبدا الشغل مع بعض. يلا بقى شغل مطاعم، عايزين شغل مطاعم. مطاعم جبت كده حله حطيت فيها ميه، لما الميه سخنت نزلت عليها بنص كيس مكرونه. عارفين الكيس الصغير اللي هو 350 جرام، انا عملت نص كيس مكرونه. وفي الطاسه الثانيه اللي انا دي حطيت فيها بطاطس تتقلى. تعالوا بقى كده ايه نقشر مع بعض البصل، عشان النهارده هنعمل كميه اكل كتير، بس الكميه مش كتير بس الاصناف اللي كتير. انا بقى بخرط البصل ده عشان اعمل المكرونه، لازم لها لحمه معصجه. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنعصج كده اللحمه. بصوا هقول لكم الاسعار بسرعه بسرعه بسرعه. شايفين الطبق الناجتس اللي قدامي ده؟ انا جايبه من هايبر ب 20 جنيه، وجايبه الهمبرجر ب 19، وجايبه السوسيس ب 21 جنيه، وجايبه الكبده ب 30 جنيه. يعني بصوا انت لو انت حسبتيهم الفيلم اللي احنا هنعمله النهارده كله مش هيكلفك 150 جنيه. انت لو عملت العزومه لاصحاب ولادك وولادك وحاجه كده، بصوا كل العيله يفرحوا بيها. المهم كده انا عملت ايه؟ انا مولعه على حله المكرونه بتتسلق، ومولعين على البطاطس بتتحمر، والوقت احنا بنقطع الفلفل عشان وعملنا بصله كده في طاسه لوحدها غير البصله بتاعت اللحمه المفرومه عشان نحط عليها السوسيس او الهوت دوج. دي البصله بتاعت اللحمه المفرومه اللي انا بقلبها، ودي البطاطس والبصله اللي في الجنب دي للسوسيس. اللحمه المفرومه بقى ايه لسه جامده، فانا بحاول ان انا اكسرها. ده نص كيلو لحمه مفرومه، انا عملت ربعه بس، يعني ده ربع كيلو لحمه متعصق. خلاص كده نطلع اول دور كده من البطاطس. بطاطس اليومين دول رخيصه، يعني انت ممكن تجيبي لك كيلو بطاطس 2 كيلو ب 5 جنيه. انا جبت كيس من اللي هم بيحبوه ده عشان قلت يعني النهارده اكل شبه بتاع المطاعم، فاجيب البطاطس اللي بتتشرى دي. المهم كده خلاص اللحمه انا بحاول افكها كده مع البصله، والبصله دي السوسيس اللي انا مقطعه او الهدوج اللي انا مقطعه. بنقل كده عشان عندي عين ضعيفه وعين مش ضعيفه كده يعني. المهم في نفس الميه بتاعت المكرونه اللي انا حطيتها هشيلها كده، بصفي المكرونه ونفس الميه هستخدم نفس الميه. في نفس الميه بتاعت المكرونه هننزل عليها بمكرونه سباكيتي، برضو نص كيس من اللي هو الكيس الصغير. فاهمين يعني الكميه قليله بس هو الاصناف اللي كتير. البصله كده بتاعت السوسيس هننزل عليها كده فلفل اخضر وطماطمايه كده، لما يتبلوا هنبقى ننزل عليها بالسوسيس. والبصله بتاعت اللحمه المفرومه بقلبها، اللحمه بتتعصج وكله شغال. يعني بصي كل حاجه شغال. خلاص كده لما البصل والفلفل دبلت شويه نزلت عليها ايه بالسوسيس. كده بقى الكبده انا بقطعها حتت صغيره صغيره صغيره. ده نص كيلو كبده، انا هاخد نصه، يعني انا هاخد ربع كيلو كبده. طب يعني هو ربع لحمه ربع كبده ربع ارباع، يعني فاهمه حاجات صغيره بس هنعمل بيها اصناف كتير. انا بقطع كده الكبده صغنطوطه صغنطوطه كده، كبده عصافيري زي اللي احنا بنجيبها في السندوتشات. خلاص الكبده بقى سيبناها تقطع، وتعالوا نعمل البشاميل.
ده جبت معلقتين سمنه البشاميل اللي احنا عارفين بنعمله ازاي، وحطيت عليهم كده ايه نص كوبايه دقيق، وبنقلبه كده لما الدقيق كده تحس ان هو خلاص استوى هننزل عليه بكيس اللبن. هتقولي يا نشوى انت مش بتجيبي لبن دايما من عند الفلاح ومش عارفه، النهارده كل الاكل اللي انا جايباه من السوبر ماركت، بس يعني يوم فرافيري كده. خلاص كده بقى ايه، لما البشاميل زي ما احنا عارفين بتعمل البشاميل ازاي، نحط حبه ملح وحبه فلفل وحبه قرفه على البشاميل دي. بقى اللحمه اللي احنا كنا بنعصجها نحط عليها ملح وفلفل وكمون وقرفه عشان او بهارات لحمه، ده ربع كيلو لحمه بس. ننزل بقى خلاص اللحمه اتعصجت، ننزل بقى في نفس الطاسه حاطين حبه زيت تانيين وننزل عليها بالكبده، تاخد كده الكبده تشويحه. بص انا مقطعها حتت صغيره، وفي الناحيه التانية هنعمل ايه بقى، النص ربع كيلو اللحم المفروم التاني حطيت عليه شويه فول صويا وقلبتهم بملح وفلفل وكمون بس، وسبتهم شويه ايه مع بعض عمال ما نروح نبص على الكبده. خليكي مركزه، بصي انا بجريكوا بجيبك من هنا لهنا لهنا لهنا، بس انت شاطره وخليكي مركزه معايا. الكبده بقى حطيت عليها الفلفل الحامي والفلفل الاخضر وملح وفلفل وكمون بتاعها، وعصرت عليها ليمونه وطبعا فصين توم اكيد يعني كبده يعني توم، ونسيبها بقى كده تقلبتين مع بعض. وتعالوا نروح ايه، قبل ما نطيب تعالوا نروح، تعالوا الاول نطلع البطاطس، لان خلاص كده خلصنا كل البطاطس. نحمر بقى شويه ناجتس كده من احنا جايبينهم، ده الكيس ده انا قلت لكم ب 20 جنيه جايبه اخوه برده ب 19 جنيه فيه همبرجر، نفس الناجتس بس همبرجر. خلاص اللحمه كده سيبناها قعدت شويه كده في بهاراتها، ورق استريتش بقى ونكور كده ونعمل همبرجر. بصوا اهو طبعا الهمبرجر زي ما انا قلت لكم هو لحمه وملح وفلفل وكمون وعليه في شويه فول صويا يعني يزود الكميه مش اكتر. انا بقى عملت كده ولفيته في الورق في البلاستيك ده واحطه في الفريزر يتشمع شويه يعني عشان تمسك معايا. انا عملت ربع كيلو طلع 3 همبرجرات، بس همبرجر طبعا كبير يعني مش همبرجر من اللي احنا بنشتريه، لا همبرجر محترم ابن ناس كبير كده حجمه، حتى انا بوريكم شوفوا قد ايه، بس انا عشان بجري. المهم انا ما عنديش جبنه الشيدر اللي بتتحط على البرجر والحاجات دي، فانا عندي الجبنه الشيدر دي مكعب ده ب 10 جنيه اللي هي الجبنه العاديه المطبوخه دي، فانا قمت مقطعاها كده بمكنه الشيبسي عشان اعملها بصوا شبه اللي احنا بنشتريها نحطها على البرجر بالظبط. اي نعم هي ما بتسحش بالسرعه بتاعت التانيه، بس هي المشكله اتحلت يعني. بصوا كده انا بقطع كده بحاول ايه اطلع كده شرايح منها عشان احطها على البرجر، والبرجر الفراخ اللي انا جايباه مش يعني لازم نتصرف، انا ما عنديش الجبنه دي طب انا اعمل ايه يعني هيأس. وشويه كده في الاخر دول انا ايه بشرتهم كده عشان احطهم اعمل صوص جبنه. صوص الجبنه النهارده اللي عملته سريع سريع اللي هو جبت حبه من البشاميل سايحين شويه، قمت نزلت عليهم بجبنه شيدر. انا بقى ايه بطلع معاكم بحمر وانا بعمل صوص الجبنه، يعني صوص الجبنه جبت حبه بشاميل ونزلت عليه بالجبنه شيدر، ده صوص جبنه سريع ما هوش ده الاصل. الاصل انا عملته قبل كده معاكم في سندوتشات البرجر. بص انا بنزل كده عليه بالجبنه، شوفوا حتى بقطع لكم بقول لكم مش مهم المكنه ممكن نقطعه شرايح كده بالسكينه رقيقه جدا. خلاص صوص الجبنه اتعمل معانا بقى بصوا فظيع 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 فظيع، ده بنحطه على البطاطس بيبقى تحفه. نجيب بقى ايه الجريلا بتاعتنا وخلاص الهمبرجر اتشمع، فهننزل كده ايه بقى عليه، ده ما خدش مفيش ربع ساعه في الفريزر. بصوا بقى الهمبرجر ده كان فظيع، شفتي ما تعملي برجر في 5 دقايق ده ربع كيلو، عملت 3 قطع اللي هو يعني القطعة دي اللي هي ما بتتباعش في المحلات اصلا. ليه؟ لانه حجمه كبير جدا وما بيكشش لان ما حطناش فيه حاجه، والفول الصويا في اللحمه بيديكي كميه اضعف. خلاص كده جهزنا كل الحاجات، الهوت دوج والمكرونه والبرجر الفراخ والبرجر اللحمه، وتعالى نعمل بقى اول سندوتش اول وجبه يعني اول وجبه. طبعا بيعشقوا الكريب، انا جبت كده ايه كنت انا عاينه في الفريزر عندي عيش كريب بجيبه من اي محل بتاع كريب الرغيف بجنيه او بجنيه ونص. عايز تعمليه انا عملته معاكم كتير، حطيت جبنه وفلفل وحبه ناجتس كده قطعتهم وعطسه على طول على الجريل ونشوحه يمين وشمال، وواحد تاني ده واحد ناجتس يعني واحد فراخ ناجتس، والتاني هعمله بالسوسيس او الهوت دوج فلفل طبعا وطماطم، والهوت دوج يعني مسترد بيحبوا يعني هم بيحبوا بعض جدا. خلاص كده عملنا واحد كده، التاني بقى هنعمله برضو بالجمن والفلفل والبطاطس، بس ده هنعمله زي السوري هنلفه كده ايه اللي هو السوري اللي احنا الولاد كده بيحبوه وهم خارجين من الكليه ومن المدرسه بيعشقوه، فانا حبيت اعمله لهم عشان ابسطهم. وواحد تاني هنحط نفس القصه برضو بس هحط عليه قطع ناجتس كده.
بص السندوتشات دي مشبعة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نعمل الطواجن. طاجن كده عملت فيه يعتبر بشاميل، بس بشاميل سريع شوية، نزلنا بالمكرونة ونزلنا بالربع كيلو مفرومة قسمناه النص، انت متخيلين؟ على فكرة اللحمة كانت كتير والمكرونة يعني بص كانت وجبة مشبعة وموفرة. بصوا كده ادي اول طاجن خالص معانا بشاميل، بس ما حطيتش فيه حاجه تانية غير مكرونه ولحمه وبشاميل. الطبق التاني هنسميه نجرسكو، جبنا كده مكرونه سباجيتي ونزلت عليها بالسوسيس او الهوت دوج، وننزل عليها بقى بشويه بشاميل صغيرين، وهنغطيها كلها بالجبنه الموتزاريلا. بص هو انا معلقه بشاميل بس، ونغطيها كده بالجبنه الموتزاريلا. فظيعه فظيعه فظيعه. وننزل كده بالمكرونة الاسباجيتي برضو، طاجن تاني مكرونة اسباجيتي كده بالناجتس، وحطينا عليه جبنة بس، هيبقى بصوا رهيب. ادي كده عملنا 3 طواجن. الطاجن الرابع بقى ولادي بيعشقوه، بطاطس كده مقلية ونزلت عليها باللحمة المفرومة، وهننزل عليها بشوية بشاميل وعليها الجبنة بقى. ده طعم خرافة، طعم رهيب رهيب رهيب. تعالوا بقى نعمل سندوتشات بيج ماك اللي قلنا بيحبوها، بس بيج ماك سريع شويتين. يعني كده جبنا رغيف الفينو كايزر، سمناه النص، اي صوصات انت بتحبيها، كاتشب مايونيز، صوص اي جبنه اللي انت عايز تحطيه حطيه. حطيت قطعه البرجر اللي احنا عملناها وحطينا عليها قطعه الشيدر، وبرده هنحط رغيف تاني ونعمل نفس القصه. شوفوا بيج ماك اهو، اسرع بيج ماك ممكن تعمليه. وعملنا كده ايه سندوتش تاني، بس ده بقى مش بيج ماك، معرفش اسمه ايه يعني، بس هو دور واحد مش دورين. انا بنيت دور واحد. شوفوا شكله رهيب. تعالوا نعمل بقى بيج ماك فراخ، نفس القصه. عملنا اول قطعه، حطينا بقى هنا على الفراخ صوص بابريكيو ومسترده، او انتوا بتسموه خردل. حطينا كده، ده برجر فراخ، انا برضو لكم جايبه الطبق ب 20 جنيه من هايبر او ب 19، وحطيت عليه برضو قطعه من الشيدر، جبنه الشيدر، وهو هو في الطاسه، واهو طلعت تحفة تحفة تحفة. ونعمل كمان دور، كمان ده هنعمله 2 دور عشان ولادي بيحبوه. كاتشب بقى ومايونيز، الصوص اللي انت بتحبيه حطيه. بصوا خلاص شوفوا شكله تحفة 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 تحفة. تعالوا بقى ايه نعمل سندوتشات الكبدة الاسكندراني اللي احنا متعودين عليها. ادي سندوتش الكبدة، عملت 3. البطاطس دي بقى هننزل عليها بقطع ناجتس، وننزل عليها بصوص الجبنة. دي كان طعمها لوحده خيالي، انا ولادي بيعشقوها بيعشقوها. هي البطاطس متحطش عليها اصلا في العادي ناجتس، بس انا حطيته ليه؟ عشان يعني لقيت عندي، لان فاضل عملت الطبق كله. المهم بصوا المنظر، بصوا والله العظيم شغل فنادق. دي ده الكريب، ودي البطاطس بصوص الجبنة، وده البرجر الفراخ، ده بقى فاض مني هوت دوج، وفاض مني ناجتس، حطيتهم في كده في طبق مع بطاطس، والبشاميل طلع، والنجرسكو طلع، والكبده، والبيج ماك، وبيبسي. عملت بصوا شغل فنادق من الاخر. بصوا بقى عملنا احلى من اكل المطاعم، والله والله بجد، يعني ما كلفنا حاجه، وما اخد مجهود ولا اخد تعب ولا اخد امكانيات، وعملت بصوا كل الاكلات اللي ولادنا بيحبوها وبيجيبوها من الشارع، واحنا كمان بنحبها، يعني مش هنضحك على بعض. عملت كل الاكلات بكميات قليله قليله قليله، وريحتها وشكلها بصوا هتعجب الولاد 100%، ان شاء الله هتعجب الولاد. جربوا الوصفات دي، ولو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات. باي باي.